خرجت تظاهرات أمام مبنى مجلس محافظة البصرة للمطالبة بفتح باب التوظيف وإيجاد فرص عمل للعاطلين. حذر المتظاهرون من أن التظاهرات ستعود كالتي حدثت في الماضي. فلنشاهد. العام اول ما انطلقنا بتظاهرات عن العاطلين عن الحمل هو اقل من هذا العدد، وشفتوا وين وصلت البصره. يزيدون ما استهانيتوا، يزيدون بالعباس، يزيدون عبر اليوم. الاحزاب كلها تفكر تجوبه وشلون تكون نفسها. ثقوا بالله العظيم هالمره تنسحلون بالشوارع، والله العظيم راح تنسحلون بالشوارع. كل الاحزاب باطل، كانوا واقفين المصير.